قامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بحضور مدير عام المؤسسة المهندس فهد بن محمد الداود وطاقم العمل بمعايدة المسافرين بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما وزعت الهدايا إضافة إلى تقديم أضياف احتفاء بهذه المناسبة. ورصدت المؤسسة آراء المسافرين عن انسيابية الحركة أثناء السفر، وقد أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتشريفات بالجسر الأستاذ جمال بن محمد الياقوت أن هذه المشاركة جاءت بتوجيهات وحرص واهتمام سعادة المهندس فهد بن محمد داود مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وانطلاقا من اهتمام المؤسسة بالمشاركة في أفراح المجتمع. اليوم في جسر الملك فهد نسجل أرقام قياسية في زمن العبور، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تكاتف الإدارات والتنسيق بين الإدارات جميعا، وشهدنا صراحة أداء مميز. إن شاء الله نتمنى أن يستمر خلال الأيام القادمة وما بعدها إن شاء الله تعالى، ونشكر الأخوان في برضو مؤسسة الجسر على إنجازهم لمشاريع التوسعة في الكبائن من الدخول في الجهتين،